السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال يا شباب؟ طيبين إن شاء الله. معكم أبو ياد، جايب لكم فيديو جديد، فيديو سنطوري، فيديو مختلف عن كل الفيديوهات. اليوم تصوير لأول مرة أصور وأبث بجهازين بالجو إكس الآر الجاتو جيمينج. ربي يسعدكم تابعنا أبو ياد. راح اليوم نفتح الصندوق الجديد في الميثيكات، وبإذن في الميثيكات والله توقعت أقل شيء 4-5 ميثيكات، طلع ما في إلا أتوقع ميثيك أو ميثيكين. طيب زي ما أنتم شايفين الكامل الجديد، الأمور الجديدة، بإذن الله راح يكون جودة البث أحلى، جودة الريكورد أجمل. إذا شفتم من الجودة حلوة راح نرفع زيادة، كل ما قلتم حلوة رفعنا زيادة. خلنا نروح نشوف الصندوق الجديد، صندوق بريميوم طبعا. بس قبل لا نروح يا إخوان، خلنا نروح الانفنتوري ونروح على الصناديق البريميوم. الكلاسيك باقي عندي سبايت، ونروح على قطع البريميوم ونشتريها بالرديم يا إخوان. راح نشوف العرض الدعائي مع بعض يا إخوان، وراجع لكم طبعا. شوفوا كبسة الزر عليكم الله، شوفوا التطور تكنولوجيا. شوف دقيقة قبل لا أضغط، شوف كبسة الزر. مو صاحي هذا، جلاد، هذا جلد ستوري هذا. شوف رجعت لكم اسرع من حياتي، اسرع من انت اللي عندي. باذن الله راح نرفع جودة البث، راح نركب مؤثرات منها. او ماي جاد، واو، وبرضو ونركب اشياء كثيرة ان شاء الله، راح نستخدمها يعني كاصوات داخل اللعبة. طيب خلنا نضرب الثقيل ونقول بسم الله بحظ الجهاز البي سي الجديد، وبحظ المتابعين الجدد والمشرفين الجدد والمتابعين القديمين والجديدين، بعد ساو بحظ الجن والافاريت. يلا عنده 8-4 صندوق، اتوقع هذا مثلك. ها ايش تتوقعون؟ سروال ابيض، سبيد، ايه هذا علي الشانس، هذا اسالكم بالله علي الشانس. طيب حظ ابو عوني مصدق اللي يلمح عشان لا يطلع معنا في البث. لعيون ابو عوني المصدق، احلى شيء صار عندنا. اشوف هنا ستريم لابس او بي اس، واشوف هنا الشات، واشوف قدام الميثيكات. شوفوا كيف الميثيك، او ماي جاد. وين انفنتوري؟ وين انفنتوري؟ وش باقي؟ المشرفين الجدد نعم مشرفين جدد، امير حسين والشباب بحظ المتابعين اللي مو مسوين فلو، ال 236 من ال 1500 منورين، ال 1500 متابعين ابيض حاضرين البث، ال 239 لعيونكم. ها يلا هذه لعيونكم يلا، وان شاء الله اذا طلع ميثيك تسوي لي فولو ان شاء الله. امير حسن لعيون المتابعين ال 1500 اللي متابعين ابيض صفحه ابيض. بس كان صوت اللعبه واطي شويه بعوني، سامع انا من عند صرنا بحظ جميع المتابعين ميكس. بالله كيف الكامل جديد والحركات والبركات. اوه سموك، واللي هذا عندي من زمان جدي. يا رب يطلع اول ميثيك بالجهازين الجديده وبالبث الجديد، وان شاء الله انه يا اخوان دائما وابدا اللي في اليوتيوب والفيسبوك اعاني معاناه عظيمه من اللاج، الايم لاج. فقالوا ابيض لازم تجيب بي سي ثاني عشان تلعب على بي سيين، بي سي للبث وبي سي للعب. بي سي البث يكون له معالج خاص، كرت شاشه منفصل ونت منفصل، والجيمينج يكون له شيء منفصل يعني ما عاد يصير فيه لاج. بعد ما نفجر الصناديق الان راح نشوف هل والله من جد انحلت المشكله او لا. للامانه ما قد جربت نهائيا، بشوف هل يتحسن لعبي، يتحسن الايم، او تبقى المشكله من الانترنت الازليه اللي صار لي سنه ونص ما عندي ولا انترنت، عندي أسوأ انترنت في المملكه، بينج بيض، نت بيض. فيا رب تضبط معنا بحظ النت المفقع، بحظ المتابعين اللي في البث. اتمنى ال 200، شوف في اربعه سووا فولو الان منورين. اف يو سكند اللي هو ليدو سوز اللي مسوي فولو، لا اح لا جديده هاي، منو اللي بيسوي فولو؟ بقرا اسمه في البث المباشر، في الفيديو والبث المباشر اللي يسوي فولو الان. الان يزن منور، منور يزن شكرا على الفولو. محمد خليل علي العربي شكرا على الفولو على الشير، يعني راح يصير في
في اشياء حلوه يعني الان اقدر اقرا الشات اقرا اشياء انس انس بحظ انس انس اوه القلاده لا موجود عندي بحظ انس انس اللي في الشات يلا متفاعل فل يلا يا انوسي لعيونك احلى سكبه من هو في هذا الحظ احمد العنزي ابشر على خشمك احمد العنزي ابلع يا احمد I love you خالد الهاشمي والله ينزل لك صندوق لعيونك لعيونك يا خالد الهاشمي I love you too ريان الريان لعيونك أحلى صندوق ريان الريان اي سوى فولو الآن ريان الريان شكرا على الستار جمال الجبل جمال الجبل صار أقدر أقرأ الستارات الآن بكل أريحية أي واحد يرسل ستارز دونيشن أي شيء صار عندي أفضلية أني أشوفها الآن الحمد لله خلنا نشوف من اللي يسوي فولو هذا العيون ابو بطر اللي سوى فولو الان شكرا نور العتيبي على اللايك شكرا جزيلا قولي كان ابشر يا ابو سجع لعيونك لعيون ابو سجع وجميع الداعمين بدون استثناء زيط محمد شلبي والله ينزل لك عيد المقاطي انت وعيد المقاطي يلا تستاهلوا لعيون المتابعين اللي في الشات يقولون بحظي بحظي ها وبدون سكيب عشان يطلعنا مثلك يلا دراما يا ولد ارحبوا ارحبوا اول ابيض يلعب يقفل البث ولا يقرا شيء استارات دونيشن السلام عليكم كيف حالك اخبارك ما عاد اشوف شيء الان اشوف كل شيء كل شارده ووارده عموري محمد وجميع المتابعين ابشر زير تكفى يا المثك ما نبغى دراما ولا نبغى حركات جديدة من اللي سوى فلو جديد الآن عندنا جابر كريم سوي لايك أحمد الخالدي أسعد محمد عندنا ندى مسوي لايك شكرا جزيلا وسامي اليماني أوميجو أرسل ستارز لعيون أوميجو ها بقرة العيد ها طقطقون على الباكج تبعي طيب والله يستخدمون يا رب احمد السويد لعيون احمد السويد اجيبها من الشوب اجيبها من الشوب بعيون احمد السويد من الشوب ابلع يا احمد السويد من الشوب زيب يا رب شكرا على اللايكات عادل ياسر الطوسي شكرا امير محمد حبيبي محمد عقيل عقيلي علي الغامدي شكرا لعيونك ها يا سعد العنزي محمد الكبيسي الله يسعدك يا محمد الكبيسي لعيونك يا محمد الكبيسي تستاهل اللي سووا لايكات الله يسعدك يا حمودي عمر اسماعيل محمد عبد الكريم شكرا على اللايك ربي يسعدك يا غالي العيون اللي سووا لايكات وشير فولو ها احد ضبعوني ابعوني ومصدع بس نبغى في دخل في احد دخل ديسكورد هلو نعم تفضل الو انت برد عليك من اي شاشه تفضل ايوه انا مستيف والله ما بعرف انا هسه لسه فتحت البي سي يعني لا ما في حد خايف حظ جميع المتابعين اللي في البث لعيونكم ها مثك يلا ليش بدك احكي لك معاه محمد الكبيسي الله يسعدك يعني يجي يا رب ساو يطالب بحظه ساو بحظ ساو وبسكبات المحاكي حركت ام المحاكي يلا 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 الحين بيجلطون العالم سعد لابس جديد العيون 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 اللي دعموا الان جمال الجبل لعيونك يا جمال لعيون جميع الداعمين والمتابعين ويا رب يطلع كل عام وانت وسكوادك بألف خير وكل الناس الطيبه الله يسعدك يا رب هذا المثك باسمك يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب هذه ثاني مره تطلع
دقيقة غير صوتك ليش؟ قوي ما شفت شيء. تبغى غني؟ تبغى غني؟ لا لا باقي نفسه زي اللي كاتب حمام وبيحكي يا بويا. احترم نفسك ولد والله. خلاص ما بفتح بال مول بيت مول بيت غرفة الراضي يا بويا. ده انا بدي اكبر اجين. يلا مش على اثمان الشير الشير. الله يسعدك فيكتور يا اخوان. صمتوا مني ورا بعض والله. لو عندي بيسيات الارض اصبروا لعيونك يا بعد عمري. فيكتور الشير الشيري مش على عثمان سعد آل هشام الجهني. ما في شيء يفوت ابيات باذن الله. اجين لعيون دقيقه. يو 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 دقيقه. ابغى احرق المجانيه. اوكي هذا العيون. يويو يا اخوان كيف تبغاه؟ سكيب دون سكيب من الشوب سكيب مرتين ورا بعض ابيات. ها دوري معلش بلا ابو عوني عندك صلاحيه تدي بان ديسكورد؟ عن فتحت اسحب تحت. طيب لعيون الدعم الله يسعدكم يا اخوان. المثك قرب المثك قرب المثك قرب المثك قرب المثك قرب. لعيون ابو عوني مصدق. يلا يا الله يا رب ما ينزل. ما نبغى دراما ما نبغى دراما. على مثك واحد مثك واحد يا اخي. حظ ساو بسكيب. حظ ابو ياد المفقع. انا ما تكلمت. لو تكلمت الان انا اثبت وجودي الان. حظ جميع الداعمين وبن علي. يلا اوه ماي جاد. قابل حظ يا اخوان يا اخوان يا اخوان. قبل المناسبه وانا مفتوري خلنا نشوف قديش وصلنا سند. قديش وصلنا بالمشن؟ دقيقه خلني البس اللبسه. وجع. شنو هاي؟ اوه ماي جاد. يا كبر راسه يا اخوان اقسم بالله. نو 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 يا قاتل المتعة. ها حطينا الشنطة. ها الآن نشوف قد إيش وصلنا مثك. يلا أيوة 281 مثك. باقي 19 مثك يا إخوان. خلاص الآن لحظة الحقيقة. الآن اللي هي لحظة الحقيقة. هل أبو ياد بيدخل جيم وبيلق نفس سالفة يمكن مع جهاز واحد أو بيكون إيم أبو ياد أحسن وأفضل وأجمل عشان اللي ستريمر واللي يعاني من نفس المشاكل يجي ويشوف يتأكد اللي فيه بعضهم يعاني من تقطيع وايم لاج. هل حل مشكلة التقطيع انه جهاز ام بي سي او تيبقى النت هو سيد الموقف؟ خلنا نلعب جيم الان. خلاص والله ابعوني يا شقتني ماتيريال ابعوني. خلص فلوس يا اخي والله ما تصير في خاطر ابعوني. يلا لا وقف 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 دقيقة. باقي في لبسة ما طلعت يا اخوان. لا كله طلع وياه. لا البرتقانية كله طلع حتى البرتقانيه. وينها؟ هذا الكوري الفوقيها. فوقيها بقى. لا دخيل الله لا تقول لي راحت 1080 شده. لا ما طلعت يا رجل. هذه ما طلعت يا ابو عوني. اقول لك ابو عوني والله ما طلعت. ايه جنن. طلعت. تحب هسه صرت تحب اللبسات هذول. دقيقه ابو عوني تكفى والله تجنن والله. برتقانيه حلوه والله حلوه مع طقم ال الجيب. والله ما تلبسها والله. لعيون ابو عوني والله نلبسها. لعيون ابو عوني. الشير الشير رب يسعدك سعد آل يا رب تطلع. قلت لك المسك مسك مسكات يا اخوان. في ايه يا اسطى؟ صدمني بعيشتي والله. لعيون يويو يلمح يا ابو عوني. والله ما طلع شيء. لعيون الشير الشيري وبن علي وسعد آل والمتابعين الكرام. يا رب يلا واحده بس خلاص. مين اللي شبك شوال ايش عم انت تسالني؟ انا اسال نفسك. اهم شيء امنت المثل. والله لا هذه ولا هذه صارت مو حلوه. الله يسعدكم جميع متابعين اليوتيوب. الان زي ما قلت لكم هذه حصريا لمتابعين ابو ياد بالفيسبوك. هل تنحل مشكله ابو ياد في الايم لاج؟ بنلعب على التصنيف ونكمل ونشوف
هل في تقطيع او لا، نتابع نبيض حصريا. راح نحط المذك حاليا وننطلق نصمت ام السيرفر. يلا قوي يا اخوان، شوفكم على الف خير. متابعنا بياد باليوتيوب، يا ليت تجوني الفيسبوك، كان حط لنا ارقام اكثر واكثر. وراح اتكلم عن موضوع دراما، راح ابعر شغلات كثيره راح تكون حصريا بالفيسبوك عن ملوك الفيك. جتني خبريه عن شيء اسمه ملوك الفيك، ملوك الفيك، ملوك الفيك، راح اتكلم فيها الان.